السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أبواب الثقافة، أهلا بكم في فيديو جديد. كل يوم نكتشف العديد من القصص المؤثرة التي تحدث حولنا في العالم، ويجب أن نتعلم منها ولو بالقليل. ففي هذا الفيديو الذي سوف نعرضه على حضراتكم لطفلة يابانية صغيرة موجودة بالمستشفى وهي مريضة للغاية، وقد فشلت جميع محاولات الأطباء لبقائها على قيد الحياة، فهي مهددة بالموت في كل لحظة. وما يجعلها متمسكة بالحياة أجهزة التنفس التي يوصلونها بها، والتي إذا قاموا بقطعها عنها لحظة واحدة فإنها تفارق الحياة. فشلت كل محاولات الأطباء في إنقاذ الطفلة وإيقاف التدهور المستمر في حالتها الصحية يوما بعد يوم. وبعد فقد أسرتها الأمل في إنقاذ حياتها، حصلت أسرة الطفلة على إذن منها للتبرع بكل أعضائها. لم يجد الأطباء اليابانيون سوى الانحناء أمام تلك الطفلة التي تبلغ من العمر 5 سنوات بسبب قرارها الجريء الذي قد يساعد في إنقاذ غيرها بعد تدهور حالتها الصحية وفشل كل التدخلات الطبية. لم يتمالك الأب والأم حبس دموعهما أثناء وداع ابنتهما التي ضربت مثالا للإنسانية من خلال قرارها الشجاع. وبعد وفاة الطفلة تبرعت أسرتها بالكبد والكليتين لتنقذ بها حياة طفلين آخرين. وينحن الأطباء لهذه الطفلة بعد أن أزالوا عنها أجهزة التنفس، بعد أن قرر والديها أن يقوموا بأصعب قرار من الممكن أن يتم أخذه من أي أب أو أم، وهو فصل أجهزة التنفس عن ابنتهما. فقد ضربت تلك الطفلة أروع مثالا في الإنسانية بأن تضحي بنفسها لتنقذ حياة طفلين آخرين كادوا أن يفارقوا الحياة لولا تبرعها بأعضائها لهم. وفي النهاية ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه.